الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم ما بعد. إلهي بامهدل سبحانه وتعالى الله نوغن نعميين نعموين بضن وأين ننسوكو بكر سيدا القرآن كي سكويري وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعموين كإلهي نوغن نعميو حكم دا نعمة الإسلام والإيمان ونعمة أغو قيمها بضن إلهي سبحانه وتعالى أدون أو دورتي الله سبحانه وتعالى أوهي بي وحكم إذا مواسم تن خيرات كأيصون نغن نغنيصة يينو إلهي سبحانه وتعالى عمر إيا عافماد أو نغو قارسيي بشي رمضان إنا نصون خيرات كيدينا أينو كفا إيدي سنو قبقب ديدينا أينو تاقن هاي إلهي نا أينو ويدي سنو إنو خير نغو ختمو وقتك إن شاء الله تعالى كوبن بان روا إن شاء الله تعالى إن أنا كوسو كوبن موضوع عيقة سكاة الفطر وما يتعلق به وحين كجهد لنا مجا سكاة الفطر محلو جب حيي حكم كسكاة الفطر جا غورما لچيديي قدر كواجب يا محوي حي يي كو واجبيسا غورما يي واجبيسا لعق ما لو بخين كرا انت صار موضوعي ان شاء الله تعالى ان كسوكو ويك لو حنو تغيا موضوعي سيئو انت كلاب انو اسكو درسدو شيخا نغتقي دون ان شاء الله تعالى سكاة الفطر سيدا مقع كم قتوا سكا دي افرك سكا دو حيو غيب سنطالبا غيبود مدن حولها لغا بحيا مدن سكاة البدن بي علماء دو يلاحدان وحلوغو مقع عابي سكاة الفطر اللوغو مقع عابي سببهان إيه حكم أهم بالغو حري سيدا في صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أولي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سكاة الفطر نبي وحو واجبيي سكاة الفطر أيو واجبيي حكم كيدو واجب على كل فرد من المسلمين روح كستو مسلمين تكمي ذا واجب بيكوتها صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا وحانا تلمام يا حديث النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ابن عمر رضي الله عنهما أوليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين نبي محمد وحو أمد كواتبي سكاة الفطر كواتبي صاع أما السوس أما الجلان سيد الله يقانو تمرة أما السوس غمندية حون كواتبي أدونك يروحي حرتها يكيل لبا يكي ددق أها يكي يرى يكي وينا ومن المسلمين مسلمين تكمدة ذاتك أي كوة جيبسة مركة وحوية وقف كستو مسلم أه سوغاري يعني هبينك أقدم بيسة رمضان أقدم بيسة يصبح يدل إيدا يقرح دو مركة إلا عدي سوغاري إسلام مركة أنا هيلي كره وحي إساقي إهل كيسو أي قودان أيين مالينكا وحكا بضان لذلك بخاري مسلم باورين أي
وحل الشرعي سكاة الفطر أو مدى اللجوء تبي بيش شعبان سنة كي لبعض هجرية ده قدر كل واتبي وحوي وصاع صاعنا علماء مركي قياسين جانجوي يهلبيق أيو سميين صاعي النبي صلى الله وسلم عليه كيلا جرام كان يهلبيق عصر جاينو استعمال لنا أي وافتيين قدر كويسكو خلافين لبكون يافرتن جرام لبكون يبقول جرام لبكون يبقول يكونتن جرام المهم إنه وحينو بحنا لبقول لبك كيلو لبكون يشم بقول أو جرام أما لبك كيلو يبرد سداسان مسكين كأودف بدن قدر كمركا مقدار كلا بحنا يواصع صاعي النبي كمركا لقياسين هذا لبك كيلو يبرد عبر ودغما اي روحو بخينيا روح بخينيا وقت النبي صلى الله عليه وسلم عليه ساعا من تمر او ساعا من شعير ايا لبخيني اما اقد يعانو يعني فديا لبخيني علماء مركه احاديث اي فسرين اي فقهاء اي محدثين تين وحي له نقوط الغالب ك بلد ك وحا او غالب ك عنت اهان لا استعماله أي الله بحنا يا بي رحدهم وقت جيب يواجب يسا عجر وقت الوجوب وقت الجواز وقت أي بنان تهاي هي وقت أي واجب يسا وقت أي واجب يسا فقه إن مك تحديدنا ين ربا قول بيسو خلافين قولك هو ديوح لي هي سكاة الفطر ووح واجب يا مالك رمضان وغدن بيا مركي قرحضو دعضو أيو واتي بيا ومذهب كإمام الشافعي أحمد إسحاق الثوري هي رواية عن إمام مالك وعن السيد الراجحة علماء ارتضى حلو خربا موت مركة عالم كان ربعين أن توتوجيو وحبضان أي نوغس ومحذان قول الله بعد نوحوي الصبح عاص عيد واجو مركو بريو أي واجب يسا ومذهب كأبو حنيفة يا أصحاب تيسا ليس ابن سعد الفهمي فقيه مصر هي رواية عن إمام مالك يقنو حيليهن سكاة الفطر وحي واجب يسا هبين كاس مرك قرحض أي بعد الصبح مرك واجو بريو أي واجب يسا قول كورانا أي مدو أي رجحين وقت الجواز وقت اللي لهذا الله بحين كراجرا لبما الموت كهر أما مال كهر بالسي بحين كرا سيد بخاري في صحيحه وكسو نقلنا يوم صحابة عبد الله بن عمر وكسو نقلنا إليه كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين سكات الفطر وحي بحين كرين حال مال كهر انتاني أفرين يعني أمر الله مع الموت كهر بيبحين شرين ابن خزيمة في صحيحه وحكوا رنيا نافع وحى الويدي مولى ابن عمر متى كان ابن عمر يعطي صاع قرما يصاع راشنك اي سكاة الفطر ابن عمر وبحين شري قال وحى إذا قعد العامل عاملك مركو أفريستو سكاة الفطر إنو بحيو قيبيو قلت وحنقول متى كان العامل يعقد قرمو فليسن جري عاملكو قال وحيد قبل الفطر بيوم أو يومين انتان لأفرين مال كهر أما اللبا مال الموت لبا حديث وإنو حديد إياه وحال لبحين إياه إيا قدر كاللبحين إياه إيا وقت كاللبحين إياه أي متلمامين أي النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحليه حديث أبو سعيد الخدري في صحيح البخاري أبو سعيد الخدري وحليه رضي الله عنه كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام وقت النبي تلك النبي محمد أو بربارني الصحابة يعني هدانوا النحي وحن بحين شرني يعني فطر وحن بحين شرني صاع راشينا أيام بحنجرنا
وقال أبو سعيد الحلي وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقد والتمر قمندقا يهدى مقربي قمد اللوي قال عانا لقلتي وعانا بورا هدكو إنو نقول قانا يتمر أيان بحين شرني حنبي قلت المامي صلوات الله وسلام عليه وأمر وحفر يبوي أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة إن لبحيضتك إنتاني صلاة أصوب بحين كهر رواية أبو داود حليه من أداها قبل الصلاة حديث ابن عباس صلاة كهر روحي سكاة الفدر بحية فهي سكاة مقبولة وسكاة أقبلي وضريق الشرعي إيقابك اللو تلقى لئو عن صحضي ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات حلي النبي صلى الله وسلامه عليه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة صلاة انت لقارن روحي بحيا واسكال أقبلي ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات صلاة روحي انت وقتك صلاة لقارن صلاة قداشي بحيا زكاة الفطر أنقل ميسي وصدقو صدقوين كاكمدة أيها النبي صلى الله وسلامه عليه حكمة لو شرعية الله شايبا لو تيدي أما الله ينوفر يالله ينوأمر حديث أبو داود بن ماجه حاكم يبيهق يورني من حديث ابن عباس حلي النبي صلى الله وسلم عليه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللقو والرفث وضعمة للمساكين زكاة الفطر وحال لو واجبيه إن روحي صومنا للظهره أو للنظيفيه قفكي إيا دنوبتي كدعضي مد بيسكو حناقين وكو عروض وحكا شيغا قف بو حنطي وحبا كدعي سنبير رحاتكي إيا قفكي عيبه كدعي نقصان تي صومكي سي قشيبا لو كبيا مد اللباد مساكين تا لقودين ايايو مالين كاددك إنا يدح ميران وقعان تا ايوفي تصدان أي لقديقية. نبي يقول من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قف قصة مسلم يكون واجبتي وحو بحنا يا واصاع وقت قال الله بحنا يا وحوي وصلاة أنت أن لقارن كهر لو ما المط كهر بالصيب بحين كرا حكمة اللو واجبيين إن هذا فضو ديسن وصون كاجي يعني نقصان تي كاغا شيء او لغو كبايو لعقم اللغو بحين كرا ائمة صدح ذا امام مالك الشافعي احمد وحيليه مذهب الجمهور لعقم اللغو بحين كرا ابو حنيفة يسوق حليه لعقم اللغو بحين كرا مسألة وحا اي كل سين حنفية دون حديث ضعيف اي كل سينو لليه اي مالك مساكين تبريض كالديقة بريضي جعنت أضف إذا إنسان هكذا كافتومين. سيد راجي حمرك وحوي إن العقل أبو بحنين. لكن واحد لقي سوري بيدد كنول كقربي كشراء مساكين كقادة الراشين آن حيسن. أيقول العقل تي صادر سنة يان جهوين كمساجد ذا إيو إقرابه ذو يعني أي أصول در يان أيق أمرك العقل تي أنت كجدومان بالراشين كويبين يان مساكين تنو يقيبين يان. المهي يرى أورك كوشري سكاة الفطر ما كو واجبيها جماهير أهل العلم وحيليه ما يكون واجبيها ابن حزم ما وحليه وكو واجبيسا إمام أحمد نو وحليه وحاها بون إن لقى بحية ومستحر لكن مذهب كتمورتو المها يرى أورك كوشرة وحبكم واجبيها وكيل بيقلي كرتا أما وكالة بيقلي كرتا سكت الفطر وكالت بيجلي كتاي عيد با لو وكيلن دون ان شاء الله تعالى خلاصه دا موضوع ان كسو غبغبين ان شاء الله تعالى وحوي احكام تا سكت الفطر كو تعلق دو كوبني وان تاس